ما تسجلش. يلا مش مشكلة، نبدأ من هنا التسجيل إن شاء الله. أستاذة إيمان نجيب. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ وعليكم السلام. انا مختلفة بقى عن المعلمات اللي قبلي. انا خريجة تربية انجليزي، ولكن لم احصل على شغل بعد من سنوات طويلة، فانا حابة ادخل ستيشن عشان انجز طموح لم احققه. جميل ممتاز، بس أكيد جوايا ما زال جوايا طموح، ولكن لم اوصل لشيء. ما هو بقى هي هنا بقى بنلعب في حتة الالترناتيف، إن في بدائل للشيء اللي أنا كان طموحي فيه. تمام، يعني مثلا أنا كنت طموحي جدا إن أنا أشتغل بمدرسة، لكن ما هو يقليش إن أنا أشتغل بمدرسة، هل كده إن أيوة. أوقف الإنجاز في حياتي ما أنجزش أي شيء تاني أو ما أدورش على بدائل للشيء؟ فده غلط جدا، هفضل طول عمري بدور على الحاجة اللي هي أصلا شبه مستحيلة. بمعنى أنا مثلا عندي نفسي أكون طبيب أو نفسي أكون دكتور، وحصلت على 90% مش هكون دكتور، مستحيل هكون دكتور، مش هيقبلوني بكلية الطب. الشخص ده، وده حصلت عند شخص يعني أنا شفته في حياتي، هو حصل عندي حضرتك، انا كنت علمي علوم وحصلت على 95 من زمان، فبرضه ما لحقتش. دايما كل حاجة مش بتوفق فيها، فبيحصل لي شوية من الإحباط. ايوه شفتي بقى انت كده عارفه، انت واقفه عند حته معينه، انت وقفتي عند جزئيه ده ما نفعش معايا، يبقى انا كده ما... يبقى انا فاشل، وده اللي هنتكلم فيه ان شاء الله بعد. انا الحاجه دي ما نجحتش فيها، اذا انا فشلت، واعمم فشلي على كل اجزاء حياتي الاخرى. لا اطلاقا، انا ما نجحتش في شيء او لم انجح في شيء مش معناته ان انا فشلت في جميع الاجزاء الاخرى، ابدا مطلقا. انا ما نجحتش في الجزء ده لكن عندي نجاحات اخرى. انا عايزاكي بقى تدوري بحياتك، شوفي انا عايزاكي دلوقتي لغايه لما نكمل السيشن النهارده والمره القادمه ان شاء الله، عايزاكي تفكري لي، حضرتك بالاخص تفكري لي في اشياء انت فعلا عملتيها بس ما كنتيش منتبه لها، والحاجه دي فعلا مع نهايه السيشن هنقول ده فعلا انجاز. تمام، اتفقنا على الاتفاق ده يا استاذه ايمن؟ ماشي، حاضر حضرتك. تمام. في عندنا سعاد بتقول، استاذه سعاد بتقول انا برضو نفسي اكون مميزه في عملي، ونفسي احفظ القران الكريم كامل، واقوم بتربيه اولادي تربيه كويسه، وحاجات كتير عاوزه انجزها بس بحس اني تايهه وماشيه في كذا اتجاه. تمام، ان شاء الله بنهايه السيشن خالص، يعني لما نقول احنا كده خلصنا الانجاز، هتكوني عرفتي طريقه انك تقدري تعملي ده كله على فكره. يعني بفضل الله انا عندي كميه مسؤوليات وكميه اشياء هتعرفوها بعد شويه انا داخله فيها، ممكن تقولي ايه ده، دي اخطبوط. لا، انا حاطه اولويات لكل جزء، وفي النهايه هتعرفوا ان مش انا لوحدي، في ليا خلفيات. طيب في احد اخر يحب او يود ان هو يتعرف، نتعرف عليه او يعرف نفسه؟ طيب استاذه بسمه اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. اسمي بسمة عبد الهادي، أنا مهندسة زراعية شغالة في معهد قومي للتغذية. ما شاء الله. أم لطفلين، بحضر ماجستير في مايكروبيولوجي في التصنيع الغذائي. لا ما شاء الله. بس مع كل ده أنا ساعات بحس كتير قوي إن أنا مش يعني مش منجزة. يعني أنا يعني دائما وابدا كل ما ابدا حاجه ما بكملهاش، بزهق، ما عنديش اللي هو المثابره ولا الصمود ان انا اكمل الشيء. خلاص انا ستيل ان انا لازم تعرفي يا استاذه بسمه، لازم تعرفي ان في سمات للانسان اللي بينجز، الانسان المنجز ليه مجموعه من السمات والصفات، حتى لو الصفات دي مش موجوده فيا لازم انا احاول اني يعني اخليها بنفسي وبذاتي هي الفكرة يعني كلها ان تلفزنا. انا لا يعني انا مجرد ان هي بوصل لمرحلة ان انا فعلا عرفت ان انا اعمل الشيء ده واتقنته بيني وبين نفسي، او وصلت لمرحلة ان انا رضيت عن مستوايا فيه، تمام بغض النظر بقى عن ان يبقى في سيرتيفيكيت في الاخر، في ديجري المفروض اخدها، مش عارف اسيبها. بتفقدي الشغف. ما عندكيش بالظبط شغف. كده، بالظبط كده، ان انا اني خلاص، يعني انا عرفت ان انا اعرف اعملها فخلاص. فدي مشكله عندي مؤرقاني جدا، حتى مع تربيتي مع اولادي. يعني في اول الموضوع كده ابقى حاميه قوي 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 قوي،
وبعد كده خلاص بقى ارمي كل ده من ورا ظهري، فبخسر كتير يعني. انا عندي طبعا 38 سنة فبخسر كتير. لا، فانا مش عارفة الصراحة العمر اتحكم في كله، لا نفسي. انت مش كبيره، العمر كله يعني، فكره ان انت تقول انا عندي 38 سنه وحاسه انك كبيره، لا لا يعني حاسه انا عندي 30 سنة ويعني الحمد لله رب العالمين، يعني بظن اني انا واحدة محظوظة، بيجي لي فرص كتير بس انا ما بستغلهاش. ما انا عايزه اقول لك على حاجه، ان احنا كبشر بتجيلنا الفرص في حياتنا اول مره بتجيلي، تكون اول فرصه جات لك بتكون اكبر فرصه، على فكره اكبر فرصه تمام بتجيلك هي اول فرصه، بعدين ده بتبدا حقيقي. فرصك تقل الى ان للاسف فرصك تتلاشى تماما، وعمرك يمر وتلاقي نفسك ما عملتيش حاجه، يحصل بقى ايه جزئيه الندم. انت عارفه اقول لك شيء، زي احنا دايما بنقولها، يعني انا مش مع المقوله قوي يعني، بس دايما احنا الشعب المصري نبص في الجزئيه دي، لما يجي بنت يتقدم لها عريس ويكون هو ممتاز جدا والاهل موافقين عليه، بما انه شخص مثلا مصلي، ان هو اخلاقه كويسه، اهله معروفين، وي وي، لا البنت تقول لا لمجرد ان هي بتقول لا. شوفي انا مش بقول ان هي تقول لا لان الشخص فيه عيب، لو فيه عيب مرفوض تماما، بس نقول لا لانه هو الانسان يعني عنده قبول، بس اقول لا لمجرد الدلع، فهماني؟ بنيجي نقول لها ايه، تمام مره واثنين وثلاثه، لغايه بعد كده فرصك هتقل في الشباب، او فرص الشاب اللي هيتقدم لك بعد كده هيكون اصلا هو يعني المصري عندنا يعني ايوه، هتضطري انك توصلي، عبارة يعني. ايوه بالظبط، هتضطري انك توصلي لمرحله يا تقبلي اي حد يا تفضلي طول حياتك بروحك. فديت دي مشكله، يعني مشكله كبيره، ليه؟ ان احنا بتجيلنا فرص واحنا ما بنستغلهاش. فدي انا بس حبيت اذكرها، يمكن يكون معانا بنات، فلازم البنت يعني، لو انا برفض لان في عيب مقبوله، لكن لو انا برفض لان في دلع، لا معلش مش مقبوله. هي دي نفس الفكره، انت كده بتدلعي عشان ربنا رزقك بفرص كويسه، خدي بالك ان الفرص هتيجي في وقت وتقف، تمام؟ طيب احنا تمام تمام انا طبعا ودي اكمل السيشن تعرف معاكم، ولكن انا احب ادي نبذه صغيره عني. أول شيء أنا اسمي سمح حسام النجار، مدرب معتمد من المعهد الدولي الكويتي. أنا غير مقيمة بمصر من زمن، يعني من فترة قاعدة بالكويت، وعندي زوجي وأولادي بالكويت. فأنا طبعا بداية تدريبي من المعهد الدولي الكويتي، مدرب مدربين المركز الكندي، مدربة في مجال تكنولوجيا التعليم، باحثة في مجالات سوري في مهارات التفكير وتنمية الذات، حاصلة على دبلومة في الإرشاد الأسري وتعديل السلوك، دي آخر دبلومة حصلت عليها يعني. أنا مؤسسة ارتقاء الدولي للتدريب، مؤسسة حملة 10,000 مدرب مصري إلى 2025، والحملة ديت أنا مقسماها لجزئيتين، يمكن قلت الكلام ده لو في ناس حضروا معايا السيشن اللي كان فيه نوع من التعارف. أنا عندي حلم كبير، طموح كبير، وبسعى ليه، وإن شاء الله إن شاء الله ربنا هيوفقني ليه. أنا كل فترة من فترات حياتي كان فيها هدف، فحاليا أنا يعني خلصت الأهداف اللي أنا كنت عايزاها، وحاليا بدأت في هدف جديد اللي هو حملة 10,000 مدرب مصري ل 2025. فكرة المدرب على فكرة، علشان بس الناس بتخلط ما بين المدرب أو الشخص اللي هو بيتقن مثلا، يعني دائما احنا فاهمين مثلا المدربين الكمبيوتر، مثلا المدرس اللي بيدرسني كمبيوتر يبقى هو مدرب، المدرس اللي بيدرسني مثلا مادة معينة أو لغة معينة أو كده هو ده بس المدرب. لا، فكرة المدرب بس مش بتشمل ان انا ادرس مادة معينة او منهج علمي، لا، كلمة مدرب ان انا ممكن اكون مدرب في مهارات حياتية، ممكن اكون مدرب في مجال معين من المجالات اللي تخص حياة البشر واسلوبهم وحياتهم. مؤسسة حملة كل معلم مدرب، ودي حملة يعني دولية. بالنسبة على فكرة لحملة 10,000 مدرب مصري، هي تعتبر الحملة، عارفة يعني زي ما يقول إيه، عليها دعم كبير جدا، يعني عليها دعم مادي هو الـ50% يعتبر. ومؤسسة حملة كل معلم مدرب دوليا، يعني باستثناء مصر، يعني بشكل عام بتكلم على الدول عموما، الدول العربية عموما، عضو مشارك في حملة تطوير اللغة الإنجليزية شباب مصر، اللي هي مع الأعضاء الأستاذ رضا رمضان، أستاذ عبد المجيد، كوتش سامح شكري، كوتش ياسمين، كوتش هبة، كوتش مهنور، كوتش فاطمة، وطبعا هدول يعني قامات معروفين، ويمكن انتوا سمعتوا عنهم وتحضروا لهم السيشن الخاصه فيهم. ايضا انا معلمه متطوعه في معلمين متطوعين بدوله الكويت، وفي عندي يعني حمله اخرى انا متطوعه فيها،
بالإدارة يعني، وإن شاء الله يعني يوم ما يتم الاتفاق والوضع بتاعها إن شاء الله هضيفها مع التعريف الخاص فيا. طبعا أنا قدمت عديد من الدورات، منهم تدريب مدربين، يعني إيه تدريب مدربين؟ لأن كتير من الناس ما عندهاش فكرة ثقافة مدربين يعني عندي القدرة إن أدربك إنك تقدر تدرب في أي مجال. يعني مثال شخص مثلا متقن بالكمبيوتر، بس عشان يدرب كمبيوتر هو بالأساس لازم يكون مدرب أو كوتش بلهجتنا المصرية، إن يكون كوتش. إزاي يكون كوتش؟ لما الأول يحصل على إن يكون مدرب، بعدين يدرب في مجاله، بعدين يقدر يصدر للناس شهادات إن هو كمدرب درب الفئة دي واختبرهم ولقاهم إن هم جديرين بإن هم يحصلوا على الشهادة فيعطيهم الشهادة. منهم دورة معلم إلكتروني، دورات تخص مهارات التفكير زي التفكير الإبداعي والتفكير الناقد، منهم تخص التنمية البشرية زي الجودة الشخصية، إدارة الذات، ودورة النهاردة صناعة الإنجاز. يعني مجموعة من الدورات مش هطول عليكم فيها، بس يعني عندي مجموعة الحمد لله قوية من الدورات، بإذن الله لو استمرينا مع بعض راح يكون عندكم حلقة كبيرة يعني من المعلومات. يعتبر المدرب لما بيعطي الدورة هو يعتبر بيدي خلاصة اللي توصل له، خلاصة اللي توصل له في جزئية معينة، قرأ كتب، وصل محاضرات، حضر محاضرات، حضر دورات، وفي الأخير بيديك الخلاصة. فيعتبر اللي أنا بعطيه لكم اليوم هو خلاصة اليوم والسيشن الجاي إن شاء الله. طيب أنا راح أبدأ بقصة، بس قبل ما أبدأ بالقصة في لعبة هنلعبها مع بعض، تمام؟ دلوقتي أنا عايزة أكتر يعني، ولو سمحتوا الكل يشارك لأن ضروري جدا تكونوا مشاركين، تمام؟ اللعبة بتاعتنا إن إحنا عايزين نكتب رقم واحد 5 مرات ورا بعض بالتشات بدون ما يحصل نوع من الفواصل. يلا أسيب لكم المجال، هنكتب واحد 5 مرات بدون ما يكون فيه فاصل، نشوف مين. أنا بشوف التشات وأشوف مين قادر يكتب. أوكي، ندى كتبت، مها قطعتها، ندى كتبت تاني، هلا قطعتها. لا ما ينفعش، ما ينفعش نكتب كله جنب بعضه. واحد ضاد، واحد واحد ضاد، واحد واحد. لا مش مع بعض، كل واحدة بروح يا منى، كل واحدة بروح، لازم تكون كل واحدة بإنتر خاصة فيها. شوفوا كلنا هنحاول، مسز فايزة بتحاول، مس هالة بتحاول، مس إيمان، كله عمال بيحاول، مس سلوى، مس بسمة. طب استوب يا جماعة لو سمحتوا، أنا هبعت حاجة ومحدش يبعت ورا بعد إذنكم. أنا هبعت لكم وردة، هبعت لكم قلب جميل، وهحطه لكم على الشات. لا آية، استني استني، خلاص وقفنا. أنا هبعت وردة وقلب تاني، ما نبعتش وراها حاجة، تمام؟ أقول لكم على سر، على فكرة انا لما طلبت منكم ان تكتبوا واحد 5 مرات مع بعض انا قللتها لكم، هي المفروض 10، بس انا ايه اختصرت لكم الموضوع وقلت لكم 5 بس. دي سر. السر التاني هو ان انتوا ليه قررتوا ان كل واحد يكتب الواحد 5 مرات ورا بعض ويحاول ان هو يسبق الاخر؟ ليه ما اتفقتوش؟ ليه ما فيش اي حد فتح المايك وقال لي يا مس سمر او يا كوتش سمر ليه انتي ما تستنيش لما واحده واحده فينا تكتب وبعدين اللي وراه يكتب واللي وراه يكتب ونكون كلنا انجزنا؟ على فكره يا جماعه الانجاز مش محتاج اني اتحدى حد، الانجاز انا بتحدى نفسي، الانجاز انا بشتغل على نفسي، وعمر ما كان نجاحي اللي انا هنجحه معناته ان اخرين لازم يفشلوا. يعني مثلا انا بمدرستي عشان أنجح مثلا في وظيفتي كمدرسة وأصير مدرسة ومعلمة متميزة في مجالي، مش لازم أعلم كل واحد متميزة، أنا ممكن أعلم الاستاف بتاعي إن يكونوا هما كمان متميزين، وبكده بنصير كلنا متميزين. فمش شرط أبدا أبدا إن عشان أكون أنا إنسان منجز بالفعل إني يتعدى على إنجازات الآخرين، إحنا ممكن كلنا ننجز مع بعض. ممكن أنا كاستاف بالمدرسة اتفق يا جماعة احنا هنعمل خطة تنموية مع بعض، يلا اعطيكوا افكار، ها يلا نعمل خطة تنموية مع بعض لمدة اسبوع، راح نعمل انتر فيزيتيشن،
او نعمل، او مثلا لو انا مهندسه الجروب اللي شغال مع بعضه، يا جماعه احنا كلنا كمهندسين كل واحد يطلع على الافكار اللي عند الاخر، نماء المؤسسه اللي انا بعمل بيها او اللي انا بعمل فيها مش لا يعني لا تخص نجاحي الذاتي، يعني انا نجحت يبقى انا خلاص انا كده وصلت ان انا اعلى منهم كلهم، لا على فكره انا محتاج اكون هم كمان زيي، لاني هوصل لمرحله الاحباط اذا انا اعلى دايما دايما دايما، هلاقي في غيره وهلاقي في حقد وهلاقي في استبعاد لقدراتي وهلاقي في استقلال من قدراتي، وبالنهايه مش هوصل لشيء. فدائما لما نحب ننجح او لما نحب ننجز ناخد معانا الناس اللي حوالينا، ما نحتفظش بنفسنا للانجاز. ولو احنا لو انتوا على فكره كان اي حد قال لي طب نكتب رقم واحد بس انا اكتب وبعدين واحد يكتب وبعدين واحد يكتب كنت هقبلها، ولكن طبعا انتوا اتجهتوا او دي طبيعه البشر، هي مش عيب فيكوا ولا عيب فيا ولا عيب في مثلا في ندى او في كذا، لا دي طبيعه البشر انه بيحاول يوصل انه يكون افضل. تمام، خلينا في قصه احط لكم الصوره واسمع منكم اقتراحات تفتكروا القصه دي تكون عن ايه. اسمع منكم ملك عن ملك. طب ظالم، افكار عن الملك، ملك ظالم. ليه ملك ظالم؟ ما ممكن يبقى ملك عادل. ماشي، ممكن يبقى ملك عادل، ما اسمها صح؟ هي ملك، البنت هي البنت اللي قالت ملك يعني صح. الواضح ان هو ملك يعني مسيطر، يعني قعدته قاعده مسيطره صح. طيب ما فيش حاجه لفتت نظرك انه يكون مسيطر؟ ممكن اقول ملك، ممكن الملك الحكيم، ملك كتابه الملك الحكيم، لان في كتب معاه جنبه جنب سيفه، في اتنين المحارب والحكيم، المحارب والحكيم. لا اعتقد، لا انا شايفاه مستهزئ، انا قاعده افتكر ظالم علشان يمسك السيف والكتب جنب رجليه من تحت في الارض. طب يمكن يعني ده بيوجعه مثلا. طيب انا هقول لكم قصه الملك، انا اخترت الصوره علشان يكون في فيها نقاش وجدال كتير، كل واحد يفكر ويطلع. على فكره الستاف المدرسين اللي هنا شايفين الطريقه اللي انتوا شفتوها دي، البرين ستورمنج اللي احنا عملناه، انا دوراتي عموما بتكون بنفس الكيفيه، لان حصصي المدرسيه بتكون بنفس الكيفيه، احنا حاليا بندرس اونلاين، فاحنا حصصنا انا بتعمد احط للبنات اشياء زي كده، طبعا مش الكل بيشتغل لان هم طبعا يعني الطالب اصلا مش عايز يدرس، بس بشكل عام دي جزء يخص التدريس، ان دائما دائما احفز الطلبه انهم يتكلموا دايما، طول ما احنا بنحفزهم ومشغلينهم ومشغلين دماغهم، اعمل هنا واعمل هنا، حل التدريب ده، سوي ده، ايه رايك في ده، وهكذا، هيكون الطالب عنده يعني خلفيه كبيره ان هو لا انا عايز اشتغل ده، المس بكره ممكن تعمل لنا حاجه جديده، فانا اشوف كده الكتاب مثلا علشان احضر عشان اعمل، وهو من نفسه هيكون عنده حافز انه يشتغل اكتر، وبتحفزوه اكتر انه يحب يتكلم، وده على فكره هيساعدكم في ان شاء الله، يعني هيساعد ان انت تحس ان انت فعلا مدرسه مميزه، لان هتلاقي صوتك مميز بشكل عام. طيب خليني اقول لكم قصه الملك. في مدينه، المدينه من قانون من قانونها للملك، هو كان في مدينه، المدينه كان ليها قوانين معينه محدده، وهي ان الملك بيحكمهم لمده سنه، بعد ما يخلص بالظبط مده السنه من حكمه بياخدوه يودوه بجزيره، يجي الملك اللي وراه يحكم لمده سنه ويروح للجزيره، وهكذا، ودي اسلوبهم قانونهم في العمل كملك. مره من المرات، طبعا الجزيره بيعبروا لها بالسفن، مره من المرات هم اخدين الملك، كانوش لسه حصلوا ملك جديد، واخدين الملك هم بيودوه يجوا يتوجوا ملك جديد، يختاروا ملك جديد وهكذا، فاخدوا الملك وراحوا ودوه، هم بينتقلوا وهم راجعين فلقوا حطام سفينه، راحوا للسفينه لقوا فيها شاب يعني صغير بالعمر، لقوه يعني على وشك ان هو يموت، اخدوه عندهم بالمدينه اكلوه
عطوه طرفا عطوه ملابس وعيشوه الفتره، وفي الفتره دي هما كانوا بيبحثوا عن ملك اخر ان هو يحكمهم، تمام. وفي الفتره دي احد الوزراء اللي كانوا موجودين واحد الحكمه اللي هما كانوا الحكماء اللي موجودين اقترح ان هما يختاروا الشاب اللي جال عليهم بالمدينه ان هو يكون الملك. مين اللي هيروح له؟ هيروح له كبير الوزراء. راح كبير الوزراء: يا فلان ايه رايك تكون الملك بتاعنا، الامير بتاعنا، الملك بتاعنا وتحكمنا؟ قال لهم: انا؟ طب ليه؟ قالوا له: احنا بندور وما لقيناش شاب يحكمنا غيرك، بس احنا، قال هو وافق. بعدين قالوا له: بس احنا لينا شروط ولينا طريقه معينه بنعملها مع الحكماء اللي هي كذا كذا كذا، بعد سنه بناخدك نوديك فين على الجزيره. قال لهم: اعطوني 3 ايام افكر، وبعد ما افكر ان شاء الله برجع لكم مره، يعني واقول لكم رادي سكان اوكي اقبل او لا. لو سمحتوا نروح على سريع، نروح على الشات ونكتب: لو انت مكان الشاب تقبلي انك تكون الملك لمده سنه وبعدين ينقلوك للجزيره وتكملي تتنفي في الجزيره لبقيه حياتك، ولا ترفضي العرض مع العلم انك هتاخدي راتب، ومع العلم انك هتكون عندك كميه اموال وذهب وتقدري تاخديها معاكي لو عايزه كمان؟ طيب في ناس قالوا ارفض، بس سلوى استاذه سلوى قالت اوافق. ممكن يا سلام. طيب انا عايزه اسمع لندى واسمع لاستاذه سلوى. استاذه سلوى بتقول هوافق، ممكن توضحي لي ليه توافقي انك تحكمي البلد دي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك ويعطيك العافيه على المبادره، بصراحه يعني مبادره رائعه وربنا يجزاك عننا خير يا رب. الله يخليك. اكيد طبعا يعني عرض زي ده ما يتفضش، لان الانسان له مخ وله طموح. انت سنه هتاخدي السنه ديت بكل الامكانيات هتكون تحت ايديك، انت ملك او انت ملكه، فانت الامر الناهي. خلاص انت هتسخري كل موارد الدوله لخدمه الناس وخدمه الشعب، وبالعكس هتطوري من خلال السنه دي، هتديك فرصه للتطور. هو كان ما فيش خالص، يعني هو كان السفينه كانت متكسره بيه او كان في مكان شيء، جات له الفرصه، بالعكس هيكون اجراته. فليه لا؟ ليه يرفض العرض؟ خلال السنه ديت ممكن يعمل كل اللي هو عايزه ويطور نفسه ويطور غيره ويعمل انجازات احسن من الملوك اللي قبل منه. فبالعكس ديت يعني دعوه للتغيير ودعوه لان هو يكون افضل. فانا بالنسبه لي العرض ما يتفضش بصراحه يعني. تمام. طب انا هقول لكم في اراء جميله كده. في ناس بتقول انا ممكن اقبل الحريه لا تقدر بثمن، أثبت نفسي حاجة كده زي قصة ألف ليلة وليلة، الحياة من غير ناس ما تنداس. صح بالظبط. لا أرفض العرض، لا يفيد المال في العزلة. صح، هنروح بعد السنة هروح أقعد في مكان منعزل بدون ناس بدون حياة، إيه اللي هيفيدني؟ ندى بقى أو أستاذة ندى ذكية جدا هتوافق وتقبل القوانين. للأسف للأسف يا ندى مستحيل تقدري تغير القوانين، لأن ده قانون دولة مستحيل يتغير. لو هو عن الله 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 بس انت. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني ازاي حضرتك عاملة ايه؟ وشكرا على اللي انت بتعمليه معانا، ربنا يقويك ويقدرك يا رب. اللهم امين. الله يخليك. واول حاجة ان لو واحد في مصيره كان في مصيره ان هو كان هيموت، فطبيعي لما يتعرض عليه حاجة زي كده ما اعتقدش ان هو ساعتها هيفكر في بعد سنة ايه اللي ممكن يحصل له. طب ما هو ممكن يعيش. طب ما ممكن يفضل عايش معاهم كمواطن عادي في المدينة، ايه اللي يخليه يبقى ملك يعني ويعرض نفسه للخطورة ويعرض نفسه ان هو يروح يعيش في جزيرة هو مش عارف اصلا هي شكلها ايه؟ هو يعني قوة العرض بالنسبة اللي كان حصل له، يعني لما يكون واحد في مستوى زيرو وبعدين يبقى اعلى حاجة، ممكن ان هو ما يفكرش، ممكن يقول مثلا ههرب بعد كده مش هروح، لما يودوني انا هرجع. انا هيبدأ ممكن ان انا يفكر في اغير بدائل. القوانين ايه؟ هيبدأ زي ما بتقولي يفكر في بدائل. بالظبط، ان
انا ليه ما استفدتش، ليه ما كنتش ملك. انا سمعت قصه قبل كده في التاريخ انه كان فيه في بلد معينه، انا مش فاكره بالظبط القصه، بس إنه كان فيه في بلد معينه ان هو الملك او الحاكم بيقعد مثلا فتره معينه 4 سنين 5 سنين كده، وبعد كده بيمشوه، ومن هو ما ينفعش يمسك الحكم مره تانية، ان من كتر ما كان بيمشوا الحكام وكده، فالحكام كان بيجي عليهم الفكر ان هم طول ما هم قاعدين بس بيحوشوا فلوس، بس بيستغلوا المصلحه يعني كل الموارد بتاعت البلد لمصلحتهم هم بس. فهو ممكن يعمل كده برضو، ان هو برضو لما يروح هيبقى طبعا فكر شرير يعني، المفروض ان محدش كده او يعمل لا هو كده. مش على فكرة، هو مش شرير، هو الراجل فكر، فكر فكر جميل جدا، هيعجبكم لما احكي لكم عليه. ده الحر. ممكن على فكرة يا صبر، انا مش عايزة احرق القصة، هو قصة على فكرة عارفاها يعني، بس هخلي حضرتك تكمليها. هو تمام. هو المفروض هو اللي هيكرره، لان القصة يعني لها مغزى جميل جدا، يعني المغزى منها جميل جدا. بالظبط، هو اللي هيكرره كشخص ان هو هيروح على الجزيرة، هيقبل العرض. دي اول فكرة، اول حاجة ان هو قبل العرض، بس هو حط في باله هو هيعمل ايه. طلب من الوزير بعد مرور شهر، بعد ما قبض اول راتب، بعد مرور شهر طلب من الوزير ان هو يوديه على الجزيرة اللي هو المفروض هتبقى مصيره بعدين. راح استوحش المكان بشكل مو طبيعي، المكان عبارة عن غابات، عبارة عن حيوانات مفترسة، عبارة عن عظام الملوك السابقين، ما في مكان يقدر يقعد عليه غير مؤهل تماما للحياة. لما رجع جات له غصة زي ما بيقولوا، غصة كده، اتغص يعني، اتضايق، زعل من المصير اللي هو هيبقى فيه، وفكر، فقرر ان هو يأهل المدينة لنفسه ويعمرها هو لنفسه. فبقى الراتب بتاعه بدل ما يصرفه في اللي هي الامور اللي بيعملوها الملوك زي الاكل والشرب والحفلات وي وي وي، بدا ياخد الراتب بتاعه، وانه كل شهر يبعت العمال على الجزيره ويعمل فيها جزء، مره شال الغابه، مره تانية شال الحيوانات المفترسه، مره اللي وراها سكن فيها عمال، المره اللي وراها بداوا يبنوا فيها مكان عشان هو نفسه يقدر يعيش فيه، خلى المكان مؤهل، زرع فيه بعض أنواع النباتات اللي يكون عنده القدرة بعد كده إنه يأكل منها، حط مجموعة من الحيوانات زي الدجاج اللي يقدر يأكل مثلا، البيض مثلا يقدر يستخدم لحومها، ربى حشاكم حيوانات زي العقار وكده والنعام والأشياء ديت، بحيث إنه هو بعدين يقدر يستفيد من لحومها ومن ألبانها. بعد ما انتهت المدة، طبعا هو كدولة مش واعيين باللي هو بيعمله، هو أمير بس شايفونه بخيل، مش شايفين أكتر من كده فيه. الملك الوحيد اللي هو ماشي بعد انتهاء مدته كان في قمة سعادته، لأن هو الملك الوحيد اللي حياته هتبدأ من جديد. فإحنا اللي بنعمله في حياتنا مهما كان فيه من صعوبات، مهما كان فيه من تحديات، في النهاية انت راح توصل او انت راح توصل، راح نوصل بالنهاية للهدف اللي احنا عايزينه. ده يدللنا على ايه؟ انا عندي هدف. امتى يفضل هدف؟ لما اشتغل عليه. امتى يبقى حلم؟ لما اوقف تفكيري في الجزء ده. بمعنى انا نفسي جدا كنت اكون مدرب مدربين من زمان قوي. قابلت ناس، عايزه اقول لحضرتك، كنت اكلم الدكاتره، الدكتور هو دكتور وعنده مع مركز تدريب كبير، لو سمحت انا عايزه اكون مدربه ومش عارف ايه. يلا وين انت تصيري مدربه مدربين؟ انت بس تصيري بالاول مدربه يا اخوي، بس دخلنا الدوره وبعدين نشوف. طيب الشهر الجاي حسيت ان لا، انت بعدوني، لا انا لازم، انا عايزه اكون مدربه مدربين. واللي يسالني انت عايزه ايه، انا عايزه ابقى مدربه مدربين، مش عايزه ابقى مدربه، انا مش عايزه ابقى مدربه اجي اليوم اقول لك عن صناعه الانجاز وبس، لا انا عايزه اخدك بعد كده واعلمك انت كمان تبقى مدربه، وانت تطلعي دوره واثنين وثلاثه زي صناعه الانجاز وغيره وغيره وغيره، وتقدري تعلمي الاخرين، وتقدري ان انت يكون ليكي يعني يكون ليكي اثر في حياتك. يعني انا مش بس بكتفي بنفسي وان اقدم معلومه
والشخص اللي قدامي أخذ المعلومة ونفذها ينام. لا، أنا عايزة أطلع ناس، الناس دي تشتغل معايا على فكرة، ويمكن أنا قلتها، أنا عايزة أيادي مساعدة معايا في حملة 10,000 مدرب مصري. إحنا ممكن نبص لها، أنا مش عايزة أبقى مدرب خلاص، لا مش عايز تبقى مدرب، شير للحملة. طيب أنا عايزة أبقى مدرب، تواصلوا معايا، خدي إيدي أهي تعالي يلا أنا بحط لكم رقمي ويلا. أنا عندي طموح، بالبداية طموحي إن كنت أصير مدربة، لما شفت المدربين وهم بيدربوني إزاي أنا أبقى مدربة، حطيت لنفسي أنا منهجية. هحط لكم الرقم، حاضر. حطيت لنفسي أنا منهجية، المنهجية دي على فكرة أنا ما لمتهاش من اتجاه واحد، أنا تدربت على إيد كويتي، سعودي، يمني، مصري، اتدربت على أيادي قطرية، وكان في مدرب إماراتي، بس يعني الأكثر اللي هم الأولانيين اللي أنا ذكرتهم تدربت على أيديهم. ما أنت حددي الهدف خلاص، كل اللي قالوا معايا إن شاء الله. علشان تحققي الهدف لازم تحوليه من هدف من حس أسفة من حلم الهدف. يعني أنا كنت عايزة أبقى مدربة بس خلاص، وبعدين عملت إيه؟ بحثت على الدورات، أخذت كورسات، مش عايزة أقول لكم دفعت كمية فلوس مو طبيعية، كمان دفعت هنا بالكويت بالعملة الكويتية مبالغ رهيبة. يعني أنا عايزة أقول لكم إن دورة تدريب المدربين هنا بتساوي 6,000 جنيه مصري، بس أنا اتدربت واتدربت صح، وأخذت التدريب من أكتر من جهة، وحطيت لنفسي أنا بعد كده بقى جمعت من الناس دي كلها، وجمعت أنا دوراتي الخاصة بمنظوري أنا الخاص، وجمعت منهجية لي أنا بعدين أدرب بيها. ربنا كرمني الحمد لله إلى أن أخذت جميع الليفلز في التدريب، ووصلت إن أنا مدربة مدربين بفضل الله، وأقدر أعطي دبلومة تي أو تي، بس أخذت دبلومات وأخذت درست، ويمكن في ناس شافوا أنا كنت بعمل إيه، كنت بكتب كتابة، عندي كمية دفاتر كتابة. أي حلم عايز تحققه الهدف لازم تعمله. الأمير ده عشان يعيش طول حياته ملك، هو عايز يبقى ملك، عشان يعيش طول حياته ملك عمل إيه؟ ما وقفش عند إن أنا خلاص واكل واشرب السنة دي وخلاص وبعدين ربنا يحلها، لا، هو عمل لبعد السنة. وهي دي الفكرة، حدد هدف حوله من حلم الهدف. تمام، ننتقل لجزئية تانية. طب احنا بنهاية السيشنات اللي احنا هناخدها والنقاشات على الفكرة، المفروض ان انا السيشن تحديدا ان يكون المفروض، يعني احنا بنعمل الدورات دي ممكن انجزها في دورة واحدة، لكن انا حابة النقاش معاكم، ان النقاش دايما بيكون فيه ثراء للايديز، بيعطيك فكرة، بيعطيك حافز. احنا طولنا الموضوع او طولنا النقاشات معاكم، خليتكم انتوا تتناقشوا وتتكلموا، عشان ان شاء الله اللي يقرر بعد كده ان يكون مدرب يمشي على نفس النهج، يمشي على نفس الخطوات. تمام، ايه اللي هنتعلمه في الدوره ان شاء الله؟ بانتهاء الدوره هنتعلم ان يتعرف المشارك على تعريف الانجاز، تعرفوا يعني ايه الانجاز، هنتعرف على انواع الانجاز ومستوياته، هنتعرف ازاي نكتسب مهاره تحقيق الدوافع وجوانب الإنجاز، هنعرف إيه هي جوانب الإنجاز، هنتقن استخدام سمات الفرد المنجز. في للفرد المنجز مجموعة من السمات، إحنا هنتقن إن شاء الله استخدام السمات دي، لأن لما أنت تعرف الشيء هتتقنه. هنمارس تقنيات الإنجاز بشكل فعال في حياتنا، فإحنا إن شاء الله كل شيء هناخده اليوم نصور ننفذه، نبدأ ننفذ نكمل. ايه الهدف العام؟ انا ليه عاملة الدورة دي بالاخص؟ ليه؟ ايه هدفي منها؟ تحقيق الانجاز بطريقة منهجية واستخدام الادوات اللي تحقق الانجاز، واكتساب المعلومات والمهارات والسلوكيات اللي تمكنك من تحقيق الانجاز او من النجاح في الانجاز. تمام؟ هدفنا العام ان هنتعرف على، هنحقق الانجاز بس بطريقة منهجية، هنتعلم علميا ايه هو الانجاز ونحققه ازاي، وبكده ان شاء الله نوصل نكتسب مهارات
ونكتسب معلومات أعرفكم على شيء مهم جدا، إحنا عندنا معلومة وعندنا مهارة وعندنا سلوك وعندنا قيم، إن لو إحنا أخذنا المعلومة واكتفينا بيها هننساها، لو أو لو أنا علمت شخص قدامي معلومة هينساها، لازم أحول له المعلومة لمهارة، ودي هتفيدكم أنتوا كمعلمين أو لو شخص مدرب لما اتدرب، ودي سر من أسرار التدريب على فكرة للناس اللي هم إن شاء الله ناويين يكملوا معايا، أول حاجة اللي هيحصل إني أتعلم معلومة وأبدأ أكتسب مهارة يعني أطبق، وبعدين أكتسب سلوكيات، يعني إيه سلوك؟ يعني أطبق اللي اتعلمته بالمعلومة والمهارة أطبقهم في الوضع الحي في حياتي، في حياتي نفسها أبدأ أطبق عن طريق السلوكيات والقيم، وبكده أكون أنا أنهيت الجزء الخاص الهدف العام.